أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في احتفالاتنا بعيد الميلاد المجيد. لابد أن نتكلم عن أيقونة الميلاد وهي العذراء مريم. عذراء مريم كانت نبوة الأنبياء، تنبأ عنها أشعياء النبي في القديم وقال: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. قبل أن تولد العذراء وهناك نبوة عنها، الله له خطة وهدف في حياة حضرتك وحضرتك من قبل الولادة. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدام في المحبة. العذراء أيضا جاءتها شهادة من السماء على فم الملاك جبرائيل وقال لها: سلام لك أيتها المنعم عليها، مباركة أنت في النساء. عذراء مريم جاتها شهادة من السماء إنها منعم عليها، قال لها الملاك: قد وجدت نعمة عند الله. عذراء مريم قبلت كل هذا في طاعة بلا انحناء، قالت له: وذا أنا أمة الرب. الملاك جبرائيل بيقولها: أنت هتبقي أم الرب. قالت له: أنا أمة الرب. كان في خضوع وتسليم في حياة العذراء. عذراء مريم بعد ما سمعت أنه إليصابات حبلة، قامت مسرعة، الإنجيل بيقول خدمة وعطاء، قامت مسرعة لتخدم إليصابات، السرعة في الخدمة وهي حامل بالمسيح بالرب يسوع، ذهبت لتخدم إليصابات الحامل بيوحنا المعمدان. ما فكرتش في المقامات، لكن فكرت انها بتخدمه بس. عذراء مريم ما راحت لإليصابات، ما قالت لهاش شفتي اللي حصل لي، الملاك قال لي وقال لي، لكن الله بروحه اعلن لإليصابات وقال لها انها ام الرب، لانها قالت كده إليصابات اول ما شافت العذراء، قالت لها: من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي؟ قالت لها ايضا: مباركه انت في النساء. يمكن العذراء ما اتكلمتش، لكن السماء شهدت لها، و اللي حصل انه زي ما هو مكتوب امتلأت إليصابات بالروح القدس وارتقد الجنين بابتهاج في بطنها. يا ترى زيارتنا بتعمل ايه؟ بتأثر في الناس اللي حوالينا؟ يا ترى تأثير سلبي ولا ايجابي؟ بعد هذا عذراء مريم قالت: ما تعظمينيش وما تمجدينيش يا إليصابات، تعالي بينا نعظم اللي يستاهل العظمه. قالت لها كده: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن قدير صنع بي عظائم. العذراء ادت كل المجد للرب اللي بيغير وبيبدل. عذراء مريم قبلت المسيح في حياتها، قبلت المسيح انه يسكن في احشائها. يا ريت النهارده في ذكرى الميلاد ما تكونش ذكرى بس، لكن يكون حقيقه وواقع، يتولد المسيح في قلبك. قوله: تعالى يا رب اسكن في قلبي وغير حياتي، وخليني أعيش ميلاد حقيقي جديد، وخليني أيقونة أكون كل الناس يشوفني ويقولوا قد إيه الرب بيغير وقد إيه الرب عظيم، والناس تعظم المسيح اللي فيا وفيك. في عيد الميلاد بنقول لكم: كل سنة وانتم طيبين، والرب دايما يكون مولود في قلوبكم وفي حياتكم، وتولدوا آخرين لمجد المسيح. آمين.